السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لجميع مشاهدي قناة ربيع قرطبة للمعرفة والثقافة العامة على يوتيوب. اليوم سأخصص لكم فيديو حول طريقة معرفة عدد ساعات مشاهدة أي قناة. الطريقة جد سهلة. نذهب إلى صورة البروفايل في الأعلى، نضغط عليها ثم نضغط على استوديو يوتيوب. بعدها تظهر لنا هذه القائمة الجانبية، ونذهب مباشرة إلى إشارة الربح من يوتيوب، أي علامة الدولار كما تشاهدون. الطريقة جد سهلة، جد سهلة جدا. بعدها مباشرة تعطينا حصيلة عدد ساعات مشاهدة قناتك، عدد المشتركين المطلوب 10,000 مشترك، وأيضا 4,000 ساعات مشاهدة لكي تتمكن من الاستفادة من مداخل يوتيوب. أتمنى من خلال هذا الفيديو القصير أن أكون قد أفدتكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب وأيضا مشاركة هذا المنشور مع أصدقائكم. شكرا.